راح نكمل اليوم في الأندردامت كيس. المرة الماضية تتذكروا حلينا، طلع معي الأندردامت مثلا بحالة 1.2 كم تساوي 1 كيلوغرام، بي تساوي 2 نيوتن بير متر بير سكند، وكانت كي تساوي 10 نيوتن. مظبوط. ولما حلينا تتذكروا حلينا طلع معنا الحل، اذا بتذكر صحيح بشكل صحيح طلع معي الحل انه اذا كانت f of t هي step function u of t newtons، اذا x of t على فرض طبعا انه x of 0 بتساوي 0 و v of 0 بتساوي 0، طلع معي الجواب كان انه x of t كان في عندي 0.1. مضبوط. تذكروا معي قطعوا الحل عشان يظبطوا في هذه هون u of t، بعدين كان عندي هون 1 minus كان عندي e to the minus t، بعدين بضرب في كوساين وساين، اول واحد كان كوساين مثلا 3 مش هيك كان؟ 3 وبعدين بروح عندي زائد ساين 3 بس هذا 1 على 3. اوكي ماشي مضبوط. هلا هاي احنا بدنا نعممها، احنا حلينا حاله خاصه بس بدنا نعطيك هلا بدنا ناخذ حاله عامه، اذا وجانا اي سيستم فيه هذه البارامترز، في بارامترز زي كان هو underdamped بدي احاول احط البارامترز اللي موجوده هون واحلها وامشي بالخطوات المختلفه. يعني احنا عمالنا نقول السؤال هون لو كان عندي الانبوت للسيستم هو f of t يساوي u of t unit step function، وكان الترانسفير فانكشن عندي هون g of s يساوي 1 على m s square زائد e s زائد 2، هي هون السؤال اعطيني ايش x of t كحاله عامه لحالة أندر دام سيستم. إذا هذا أندر دام إيش رح يكون العلاقة بين M و V و K؟ بيتر بي بيتر بي أقل من 4K. فهذا السيستم أندر دام، وهذا كمان مهم لكل الكنترول رح نحكيه لأنه في بارامترز عامة مهمة عندنا اللي هي رح نسميها زيتا دامبينج وأوميجا إن اللي هي الناتشرال فريكونسي. ماشي واضح السؤال؟ واضح الحل اللي طلع معنا هون؟ طلع معي الحل في عندي هون decaying exponential وفي له معامل هون، وهون في عندي كوساين له معامل وساين له معامل. مظبوط. والثلاثة كانت هي الفريكونسي تبعت الساين ويف او الكوساين ويف ان راديانز بير سكند، لكن معامل التي كان شو بيمثل لي؟ الديكاي. فايش كان بيمثل لي الديكاي اللي بصير، وايش كان يمثل لي الفريكونسي تبعت الساين والكوساين منهم. هدفنا اليوم رح نحط معادله عامه لاي اندر دامب سيستم، وهذا مهم لانه رح نضلنا نحكي في كل الكنترول رح نحكي عن هذول البارامترز ونضلنا نستعملهم باستمرار. اذا الحاله العامه رح تكون عندي هذه هون جي ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي، لكن بالحاله هاي بي اس بي سكوير اقل من 4 كي. شوفوا ايش رح نعمل الان، رح نقول انه جي اوف اس يساوي 1 على ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي. راح احول هذه للشكل التالي، راح اقسم المقام والبسط على 1 على ام، فراح يصير عندي المقام 1 على ام، وهون عندي اس سكوير زائد بي على ام اس زائد كي على ام. وبعدين راح اضرب في كي واقسم على كي، فراح يصير عندي 1 على كي هون برا وجوا عندي. هلا راح تشوف ليش عملنا هيك، بدنا نحاول نحطهم بشكل عام. فلما بقسم على كي ايش لازم اعمل جوا؟ لازم ارد اضرب في كي، بصير عندي هذه هون كي على ام، وهون عندي اس سكوير زائد دي على ام اس زائد كي على ام. هلا راح ادخل انا بارامترز اثنين جداد ما شفناهم قبل هيك، بعدين راح تفهموا ليش دخلناهم وراح اشرح شو هم. اول شيء راح احاول احط هذه بشكل عام، جي او اس تساوي اوميجا ام سكوير على اس سكوير زائد 2 زائد اوميجا ام اس زائد اوميجا ام سكوير. هلا هون انا ما شرحت لكم ليش من وين جبناهم هذول، بس خلينا نفترض الان بدنا نحاول نحط هذا الشكل بالشكل هذا اللي موجود هون، هذا فورم عام، والفورم عام اذا حطيناه بهذا الفورم العام نقدر نصير نستعمله نفهم اشياء كثير عن السيستم لما نحطه بهذا الشكل. هلا انسوا الواحد على كي، واحد على كي هيها برا، انا اللي بدي اللي داخل السكوير براكتس، اللي داخل السكوير براكتس بدي احوله لهذا الشكل. أو إذا بدك تحط واحد على كي برا زي ما بدك. هلا شو العلاقة بين هذا الشكل وهذا الشكل؟ إيش العلاقة بين البارامترز الموجودة هون والبارامترز الموجودة هون؟ تساوي. تمام، إذا شو بقدر أقول الآن؟ كي على إم شو بتساوي؟ أوميجا إم سكوير، تمام، إذا أوميجا إم سكوير
بتساوي K على M. إذن أوميجا N بتساوي K على M. أول شيء يعني كأني عمالي بقول هذا السيستم اللي طلعنا عليه هون اللي فيه ماس وده قرب سبرينج في له ريزونانت فريكونسي. على فكره اوميجا ما دام حطيت اوميجا شو وحدتها لازم تكون؟ ريدنس اف اللي وحدتها مثلا اوميجا وحدتها ريدنس بير سكند. وبتعتمد ما بتعتمد على الدامبر بتعتمد هاي الفريكونسي الناتشرال اندامبت فريكونسي بتعتمد على كي و ان. اذا اوميجا ان راح نعرفها ناتشرال فريكونسي اندامبت فريكونسي. ولو كان عندي سيستم الدامبنج فيه زيرو ومسكت هذا الزبر وبديت احركه الماس هاي واحركها الفريكونسي راح يتحرك عليها راح تكون اوميجا. واضحه هاي النقطه؟ لانه بالاسمها ايش اسمها؟ ناتشرال اندامبت فريكونسي. فلما الدامبنج في هذا السيستم يصير زيرو السيستم هذا على اي فريكونسي بصير يتحرك؟ اوميجا على اوميجا. اوكي ماشي واضحه هاي النقطه؟ اذا اوميجا هي شيء طبيعي موجود بالسيستم ما بيعتمدش على بي بيعتمد بس على كي و. والشيء الثاني راح نضيفه هون اللي هو زيتا اللي هو دامبنج ريشو. هذه ايش وحدتها زيتا؟ ريشو. هي ريشو. اذا ريشو ايش؟ يونتلس. عاده الريشو زي اللي ماخذين معي ماشين ايش قلنا اللي كانت هناك؟ نيو ار. النيو ار ريلاتيف ريلاتيف بيربيلتي كمان. اذا هي وهون عندي اذا اوميجا ان هلا ربطناها هون زيتا مع مين رح ترتبط هنا؟ بي على ام. اذا بي على ام اذا بي على ام شو المفروض انها تساوي؟ 2 زيتا 2 اوميجا زيتا اوميجا ان. بس اوميجا ان انا عارفها مضبوط؟ كي على ام. اذا بحول اذا هون بصير عندي بي على ام تساوي 2 زيتا سكوير روت اوف كي على ام. اذا هلا بقدر اطلع زيتا كمان بدلاله الارقام اللي موجوده هون. اذا عندي زيتا تساوي B على 2M بجذر K على M. ممكن أبسطها شوي هذه؟ ممكن أدخل M داخل الجذر؟ شو بتصير؟ M تربيع. بس M تربيع على M شو راح يضل عندي؟ جذر KM فبصير هاي B على 2 جذر KM. يعني زيتا ايش بتعتمد؟ ما بتعتمد بس على B، شو بتعتمد؟ على B و KM. على نسبة B ل KM، النسبة ما بين B و KM. أوكي واضح؟ إذا زيتا تتنازل هي مع بي بس هي مش مساوية لبي، هي مع بي بالنسبة إلى قيم كي و ام. إذا هون احنا بنحاول نستخدم بارامترز عامة، يعني كأني عمالي بقول هذا السيستم فيه له تو بارامترز بوصفوه وصف كامل. أوميجا ان اللي هي ناتشرال أندامبت فريكونسي تبعته والدامبنج ريشيو اللي هي زيتا. إذا صار بإمكاني الآن جي أوف إس أحطها بهذا الشكل وأنا عارف العلاقة بينهم، هي العلاقات اللي بتهمني هاي العلاقة. إذا أنا حطيتهم بشكل جديد زيتا وبعدين كمان حكينا انه عندي هون اوميجا ان تساوي سكوير روت اوف تي على ام. اذا راح اخذ هدول الزيتا والاوميجا ان احطهم اذا صارت عندي هلا جي اوف اس ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم تساوي واحد على كي. لسه موجود الواحد على كي، متذكرين واحد على كي اذا كان ضل داخل تطلع لنا اللي سالت عنه المره الماضيه واحد على كي. وفي الداخل انا راح اعوضه اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. اذا حولته انا هلا حولت ترانسفير فانكشن لشكل جديد، هلا بدي احاول احل واطلع الحل النهائي هذا، بس هذا بدي اطلعه بدلاله مين؟ بدي اطلعه بدلاله زيتا، بدي اطلعه بدلاله اوميجا ان. خلينا اذا نطلع الان نشوف هلا كيف ممكن احلها. هلا انا عندي عارف انه اكس اوف اس شو بتساوي؟ بتساوي اف اوف اس في جي اوف اس. بس اف اوف اس احنا قلنا انها يونت ستيب فانكشن، اذا ايش راح يكون اللابلاس ترانسفورم تبعنا؟ يو اوف تي. يو اوف تي بالتايم دومين؟ واحد. فريكونسي دومين واحد على واحد على اس، فراح يصير عندي هون واحد على اس مضروب في القيم اللي موجوده هون اللي هي اوميجا ان سكوير اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. وما ننسى واحد على كي، خلي واحد على كي. هلا بدي ابسط هاي، هل بقدر اعمل فاكتورينج للمقام؟ هل بقدر افصله انتو تو فاكتورز عشان يسهل علي بارشل فراكشن اكسبانشن؟ بفصل ثلاثة كمان. بفصل لا بفصل لا هل بقدر اعمل له فاكتورينج؟ ليش ما بقدر؟ غصب انبسط في بس باراميتر لا مجموعات عندنا مشغولين اثنين تربيع. لو كانوا هدول معروفين لو 2 زيتا اوميجا
اوميجا ان معروفه اوميجا ان معروفه، هل بقدر اعمل فاكتورنج لهذا المقام؟ لا المقام واحد او مجموع بينه مش هقدر احسبها. لا انت لو كانت هاي اس سكوير زائد 2 اس زائد 1 هل كنت بقدر اعمل فاكتورنج هذا؟ تكمل ليش ما بقدرش؟ ليش ما بقدر؟ Imaginary. ما هو هذا هو عندنا بي سكوير اكثر من اقل من 4 كي ام مضبوط؟ مش احنا كله اللي بديناه من البدايه بدينا باي حاله؟ البي سكوير اقل من اذا ما بقدرش ريل ما بقدر اطلع ريل روتس من هون مضبوط؟ ما بقدرش اطلع رح يطلع معي imaginary روتس فما بقدر افصلهم هذول الاشياء ما فيش فيها ار واضح ماشي الكل فاهم؟ شو حكينا احنا اول ما بدينا؟ هاي كيس اي كيس؟ ثالثة اندر دامت اندر دامت بي سكوير اقل من 4 كي ام اذا هذا لا يمكنني احلله هذا ما بقدر احلله مضبوط رح يطلع معي ارقام ايماجينري مش هيك ايماجينري ايش بيكون فيها يعني اي هي جذر ناقص واحد اذا هذا ما بقدرش احلله زين البارشل فراكشن اكسبانشن شو لازم اعمل بهذا بخليه زي ما هو شو بحط فوق اي اس زائد مش هيك اذا هلا هاي حتعمل بارشل فراكشن اكسبانشن لاكس اوف اس اكس اوف اس بتساوي خلي الواحد على كي برا جوا بصير عندي هلا اي على اس زائد ES زائد C على القيمة الموجودة هون S سكوير زائد 2 زيتا أوميجا N S زائد أوميجا N سكوير واضح ليش حطينا BS زائد C الكل فاهم ليش ما حطيت أنا B على هاي لأنه هون في عندي S سكوير مزبوط مش هيك أخذت بالبارشل فراكشن إكسبانشن أخذوها بالديفرنشال هون انا مضطر احط اس سكوير لانه هون مضطر احط بي اس زائد سي لانه هون عندي اس سكوير لو اني كنت اقدر احلل هاي لتو فاكتورز كان بحط اي على اس بلس بي 1 مثلا زائد سي على اس بلس بي 2 اوكي مضطر انا اعمل هيك بهذا الشكل اذا انا بدي اعمل هلا بارشل فراكشن اكسبانشن ممكن تعمل الطريقه اللي بدك اياها انا راح اعمل مثل الريزيديو مثل اللي كنا نستعمله هلا هذا شو بيساوي احنا بنعرف انه بيساوي هذا عندي بيساوي اوميجا ان سكوير طبعا عندي واحد اوكي وهون عندي اس سكوير زائد 2 زائد اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير واحد على كي موجوده في الجهتين فبقدر الغي واحد على كي صار عندي هذا بده يساوي هذا مطلوب في اس هذا بيساوي هذا فبقدر اضرب بالطرفين في اس في الكوادراتيك تيرم الموجود هون. إذا ضربت في الكوادراتيك تيرم الموجود هون وشطبت واحد على كي مع واحد على كي راح تصير عندي معادلة أوميجا إن سكوير على جهة اللي هي هاي بتساوي A في S سكوير زائد 2 زائد أوميجا إن S زائد أوميجا إن سكوير زائد B S راح تنضرب فيه S بتصير B S سكوير هاي بتصير سي اس الكل واضح ليش موجبناها هاي ضربنا الطرفين في هذا المقام الواحد على كيش طلع واحد على كيش ضربنا الطرفين في هذا المقام فهذا لما ضربته في هذا المقام صفى اوميجا ان سكوير هذا لما ضربته في هاي القيمه صارت اي في الكوادراتيك تيرم وهذا لما ضربته صار هذا مضروب في اس وهذا مضروب في اس الكل واضح هيك كيف وصلنا للموضوع هاي الموجوده هون هلا خلينا نعوض اس بتساوي زيرو اذا عوضت اس بتساوي زيرو مين اللي بيختفي عندي؟ هذا بيختفي وبي وبي هذا بيختفي هذا بيختفي وهذا بيختفي شو بضل عندي؟ اوميجا اي اوميجا ان سكوير بصير عندي اوميجا ان سكوير بتساوي اي اوميجا ان سكوير اذا اي بتساوي واحد هاي اول نتيجه مهمه اشتق هلا هاي المعادله بالنسبه لاس اذا اشتقيت اوميجا ان سكوير بالنسبه لاس شو بعطيني؟ زيرو مضبوط وبعدين A S سكوير شو بتصير؟ 2 A S 2 زيتا أوميجا N S في A شو بتصير؟ 2 زيتا أوميجا N A مضبوط؟ و A أوميجا N سكوير وش طاقتها شو بتعطيني بالنسبة ل S؟ 0 B S سكوير وش طاقتها بالنسبة ل S؟ 2 B S 2 B S زائد C زائد سي تمام شو ممكن اعوض هلا انا عارف ايه بدي اطلع سي شو بقدر اعوض حتى اتخلص من بي؟ زيرو اس زيرو اذا ست اس بتساوي زيرو وانا عارف انه اي بتساوي واحد شو بصير عندي؟ زيرو بصير عندي زيرو بتساوي اثنين في واحد في واحد مش هيك؟ اثنين زائد عندي هون
اس 0 اس 1 0 الحد الاول 0 راح يكون الطول عفوا يا سيدي هون حطينا 0 بعدين هون راح يصير عندي 2 زيتا اوميجا ان في ال هي 1 مش هيك زائد عندي هون 0 وهاي راح تصير 0 وضل عندي سي اذا سي شو بتساوي ماينس 2 زيتا اوميجا ان هاي النتيجه الثانيه المهمه النتيجه الثالثه هلا ممكن تعملها باي طريقه اسهل طرق واسرع طريقه لو اشتق هاي كمان اذا اشتقينا هاي مره ثانيه شو بصير هذا كونستنت فيش في اس بيختفي هذا كونستنت فيش في اس بيختفي شو بضل عندي 2s 2bs بتساوي 2as او 0 بتساوي 2as زائد 2bs اذا بي شو بتساوي طب دول شو دول اس دول اس 2bs اذا بي شو بتساوي ماينس ماينس a وتساوي ماينس هاي صار عندي هلا القيم كلها a وb وc مش هيك إذا بقدر الآن أفصل هذا الإكسبانشن اللي هون صار عندي X و S شو بتساوي؟ الواحد على K لسه موجودة في الداخل شو عندي؟ هلا محل A إيش راح أحط؟ واحد على S واحد على S تمام؟ ناقص ماينس يعني S. هون ناقص لـ B وفي ناقص من C مظبوط؟ شو رأيك نطلع الناقص لبرا؟ طلع موجود وتحت عندي بصير S سكوير زائد 2 زيتا أوميجا N S زائد أوميجا N سكوير وفوق يصير عندي B كانت واحد أو ناقص واحد راح تصير S وC شو بتساوي؟ ماينس 2 زيتا أوميجا N مظبوط؟ والماينس طلعناها هون شو ضل عندي؟ 2 زيتا أوميجا N هي عملنا الـ partial fraction expansion هلا شو بدي أعمل حتى أطلع X of T؟ يعني انفرس لابلاس ترانسفورم مش هيك؟ هذا سهل انفرس لابلاس ترانسفورم بس البلوه وين؟ هون مش هيك؟ بدي احاول احطهم باي شكل هذول؟ ساين وكوساين ساين وكوساين بدي اعمل كومبليتنج للسكوير كومبليتنج للسكوير راح اخلي هاي المعادله تحت هون موجوده بنقدر نرجع بلقي هون هلا نذكر حالنا ايش الاشكال اللي بدنا نحطها فيها حتى نقدر نحولها نذكر حالنا شو كوساين اوميجا تي وساين اوميجا تي بدنا نرجع للابلاس ترانسفورم بيرس اذا رجعت للابلاس ترانسفورم بيرس بذكر حالنا شو كله بصير اليو اوف تي في التايم دومين ايش كان اللابلاس ترانسفورم واحد على اس وبعدين عندي الاي تو ذا ماينس اي تي شو كان اللابلاس ترانسفورم تبعها واحد على اس زائد اي مش هيك كنت تلاحظ هون البلس هاي مادي ماينس هون ها والثالثة شو كانت عندنا؟ تي يو اوف تي مش هيك عملنا؟ تي يو اوف تي وهذه كانت واحد على اس سكوير مضبوط؟ هذول الثلاثة تعلمناهم في البداية تعلمناها في كريتيكال دامبت إذا كنتم متذكرين وهي تعلمناها في البداية أول ما بدينا وبعدين ضفنا تنين لما رحنا على الأندر دام ضفنا كوساين أوميجا تي وساين أوميجا تي وهذول تحولوا معي لإس على إس سكوير زائد أوميجا سكوير وهي تحولت لأوميجا على S سكوير زائد أوميجا سكوير يعني نفس الشيء بس اختلاف صار إنه هون عندي S للكوساين وأوميجا للساين هلا إذا صار عندي شيفت وكوساين إذا عفوا إذا عندي شيفت وهذا التيرم راح يطلع عندي هذا مضروب في E تو ذا ماينس A خلي هذول هون عشان نرجعهم هذول لابلاس ترانسفورم بيرس هلا هاي سهل تحويلها ما فيش مشكلة عارفين كيف نحولها بس إذا نشتغل بهاي بدنا نكمل المربع عشان يصير في عندي إشي S زائد A سكوير وبعدين بدي أفصل هدول لترم واحد للساين وواحد للكوساين ركزوا معي شوي صعب هذا بس ما فيش مشكلة بنحله هلا بنحل معنا شوي شوي بنمشي فيها خطوة خطوة تفصيلية خليني آخذ هذا الترم رح أترك أنا الثانية على كل الأشياء الثانية رح أركز على هذا بس من هون نشتغل فيه لحد ما نوصل لمرحلة إنه فكفكناه لشكل يشبه هذا الشكل وشكل يشبه هذا الشكل مع شيفت انلزق ماشي؟ مع شيفت انلزق راح يلزق عندي شيفت والشيفت وين برجع له؟ قاعدة الشيفت هي هون الشيفت في الفريكونسي دومين هي موجودة هون إذا هلا هدفي أفكفك هذا التيرم لساين وكوساين عفوا ل اس على اس سكوير زائد اوميجا سكوير او اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير لكن بدي اتذكر انه ممكن احتاج الشيفت احتمال كبير احتاج الشيفت ما راح تكون تطلع معي اس اوكي واضح اذا راح استعمل هذا الجزء وراح استعمل هذول الجزئين هذا الجزء وهذا الجزء خلينا نكتب هلا هذا الترم اللي هو وصلنا له اخر شيء ونشوف كيف ممكن نفكفكه لترمز بحيث انه يشبه مجموعة من هدول مع شيفت لاس ان لازم، إذا هذا اللي صار عندي تحت الترم اللي تحت صار اس زائد 2
زيتا اوميجا ان هذا في البسط. وفي المقام عندي اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. تتذكر ايش اسمه كومبليتنج ذا سكوير اكمال المربع. حتى اكمل المربع طلع هذا حتى هذا اكمل المربع بقسم معامل اس على 2 وبربع بجمع له كوانتيتي مساوي لمعامل اس مقسوم على 2 مربع. يعني حتى اكمل السكوير هذا اللي موجود هون بدي اقسم معامل اس. ايش معامل اس هون؟ 2 زيتا زيتا اوميجا ان. اسمها على 2 شو بتصير؟ زيتا اوميجا. ربعها زيتا اوميجا. اذا لو انا جمعت زيتا سكوير اوميجا ان سكوير وطرحت زيتا سكوير اوميجا ان سكوير هل عملت شيء غلط؟ لا لا مسموح لي اعمل هيك مش هيك؟ اي كوانتيتي بصير اجمع لها رقم وانا اطلع من هالرقم نفسه ما بتتغيرش مضبوط؟ بس هذا ساعدني انه هذا رح يكمل المربع تبع هذول الاثنين. يعني هذا هلا لما بعيد تشكيله رح يصير شكله بالشكل التالي. رح يصير عندي اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد زيتا سكوير اوميجا سكوير. هذا صار بيرفكت سكوير مربع كامل. ورح يضل عندي اللي كان عندي اصلا موجود اللي هو اوميجا ان سكوير لكن ماينس زيتا سكوير اوميجا ان سكوير. اذا رح يضل عندي هو اوميجا ان سكوير ماينس زيتا سكوير اوميجا ان سكوير. رح احط براكت حوالين هذا عشان اكد لك انه واحد منهم صار مربع والثاني برضه موجود. وفوق رح احط عندي هون رح اخلي هذه اس زائد 2 زيتا اوميجا ان زي ما كان ما غيرت شيء. ماشي؟ انا ايش عمالي بحاول اوصل؟ بحاول اوصل لمربع يشبه مين؟ يشبه الاس سكوير بس ايش فيه؟ شفت. اذا هذا لما بحلله كمربع شو راح يصير عندي هذا حتى يصير مربع؟ اس طبيعي اس زائد زيتا اوميجا ان مش هيك مربع. اذا هذا راح يصير عندي الان في المقام اس زائد زيتا اوميجا ان ترتيب. تاكدوا منه. هذا لما بفكه شو بصير؟ اس سكوير هي الاس سكوير. بعدين بصير عندي اس زيتا اوميجا ان زائد اس زيتا اوميجا ان شو راح يعطيني؟ 2 اس زيتا اوميجا ان. وبعدين راح يصير عندي زيتا سكوير اوميجا ان سكوير فيها مضبوط؟ اذا هذا هو نفس هذا بس اخذته انا وحملته بس هذا شو صار يشبه عندي الان؟ يشبه هذا بس في شيفت. الشيفت قديش مقداره؟ زيتا اوميجا ان. اوكي؟ هي اول خلينا نطلع على هذا الشكل. هذا الشكل مين بده يصير يشبه؟ بدي احاول اخليه يشبه قرب المربعين يشبه الاوميجا اوميجا سكوير مش هيك؟ لو طلعنا اوميجا ان برا منه بصير عندي زائد اوميجا ان سكوير جوا شو طلع عندي؟ واحد ناقص زائد سكوير زائد سكوير مش هيك؟ هلا هذا لو بدي احطه على شكل مربع شو ممكن اعمل؟ بحط هيك وحتى الغي التربيع اللي صار جذر بحط جذر مش هيك؟ إذا بربع باخذ جذر للكمية مش بتضلها نفسها؟ يعني إيه مش بتساوي جذر التربيعي لـ A سكوير؟ مظبوط؟ إذا إحنا هذا اللي عملناه هون أخذنا هاي حطينا على الجذر وربعناها فهاي مساوية لها مظبوط؟ هاي نفس هاي الكمية اللي هون إحنا طلعنا أوميجا إن سكوير برا صارت عندي أوميجا إن سكوير مضروبة في واحد ناقص زيتا سكوير بعدين الجذر التربيعي تبع أوميجا إن طلع برا وعشان هذا عوض حطيت له جذر عشان يصير مربع لانه واحد ناقص زيتا سكوير تحت الجذر التربيعي لما بربعه شو برجع مره ثانيه؟ واحد ناقص زيتا سكوير. كل واضح من النقطه هاي؟ نفس الشيء ايش عمال بحاول اعمل هون؟ بخلي هذا شو يشبه؟ الاوميجا سكوير الموجوده هون فصار الاوميجا اللي موجوده هون بتشبه هذا الشكل اللي موجود هون. هلا عندي فوق شو بدي احاول اخلي هذا؟ هذا عندي فوق بيشبه صار اس زائد زيتا اوميجا ان زائد زيتا اوميجا ان لانه هو شو كان اصلا هذا؟ اس زائد 2 زيتا اوميجا ان فانا حولته ايش؟ فكفكته اس زائد زيتا اوميجا ان زائد زيتا اوميجا ان مضبوط؟ ما في غلط مش هيك؟ بس فكفكته لقطعتين لانه القطعه هاي اللي بتهمني القطعه الاولى اللي بتهمني لانها بتيجي مع هذا هون هون وبترك القطعه الثانيه بتصير براكت جديد. اذا هذه لو حطيتها بهذا الشكل رح يصير عندي الجزء الاول رح يصير اس زائد زيتا اوميجا ان على اس زائد زيتا اوميجا ان تربيع زائد هذه الكميه اللي موجوده هون اللي هي اوميجا ان و
واحد ماينس زيرو سكوير تحت الجذر الطبيعي هي أول جزء، والجزء الثاني بقدر أحطه لحاله اللي هو زيتا أوميجا إن على نفس الكمية اللي موجودة هون اللي هي إس بلس زيتا أوميجا إن تربيع زائد أوميجا إن واحد ناقص زيتا تربيع تحت الجذر الطبيعي. هلا الأول صار سهل عندي مشان شو بيشبه هذا الشكل الأسهل؟ بيشبه الكوساين مضبوط؟ لا بدال اس ايش انا حاطط هون؟ بس اس بلس زيتا اوميجا ان، مش هيك؟ اذا عامل شيفت انا بمقدار زيتا اوميجا ان، طب الشيفت لما يكون في عندي شيفت مقدار ايه لايش بتحول؟ اي ماينس اي تو ماينس، طب لما يكون الشيفت زيتا اوميجا ان شو بتحول؟ اي تو ماينس زيتا اوميجا ان تي. طيب وهون عندي الاوميجا هون هاي موجوده هون هي شكلها مش هيك؟ اذا هذه هون فريكونسي لانه هذا دامج بس اذا هي اوميجا ان، اذا هي مش اوميجا ان، اوميجا ان مضروبه في قيمه معينه هي لها علاقه بالزيتا. اذا هذا تقريبا جاهز احوله مش هيك؟ لكن هذا لسه مش جاهز. هلا هذا في شيء عندي اس هون فلازم يشبه مين؟ الساين. مضبوط؟ هذا بيشبه الساين. اللي تحت نفس الشيء هذا بيشبه هذا وهذا هو الاوميجا اللي موجوده هون، لكن فوق لازم يصير في عندي شيء يشبه هذا الشكل اللي هو اوميجا ان في 1 ماينس زيتا سكوير مضبوط؟ بقدر اضرب في رقم واقسم على نفس الرقم بدون ما يتغير شيء. هلا لو عندي اي وضربت 5 اي على 5 مش ضلت اي نفسها؟ اذا بصير اضرب في رقم هون واقسم على هذا الرقم بنفس الوقت. اذا شوف شو راح نعمل الان، راح اخذ الزيتا اخلي الزيتا هون اللي موجوده هون هي نفس الزيتا حطيتها هون. هلا ايش الرقم اللي بدي اضرب فيه حتى هذا يصير نفس هذا؟ جذر تمام، جذر واحد ناقص زيتا سكوير، بس حتى اقول منصف وما اغير ايش كمان لازم اقسم اقسم عليه بنفس الوقت. اذا هون بحط كمان واحد ناقص زيتا سكوير تحت الجذر صار هذا اللي هو واحد على ثلاثة. متذكرين واحد على ثلاثة قبل شوي واحنا نحكي الهاي كان عندي ساين واحد على ثلاثة ساين ثلاثة تي؟ هذا هو واحد على ثلاثة اللي اجانا هون. هلا صار الجزء الاول شو بيشبه الانفرس لابلاس ترانسفورم تبعه؟ هذا رح يصير كوساين وهذا رح يصير ساين بس مضروب بفاكتور هي الواحد على ثلاثة اللي عملناها المرة الماضية اللي طلعت معنا المرة الماضية. لحد هون كل فاهم قبل ما اكمل الخطوة اللي بعدها؟ انا عارف انه معطل شوي بس احنا ماشيين خطوة خطوة. ضروري تفهموا هاي لانه مهمة لكل الكورس. مهم شو يعني زيتا وشو يعني اوميجا ان وفي شيء جديد راح يطلع معي راح اسمي هاي الكمية راح اسميها اوميجا دي. اوميجا دي اللي هي الدامت فريكونسي اللي هي كانت الفريكونسي تبعت الساين وسوري. إذا راح آخذ هلا هاي وراح نعمل هلا الانفرس لابلاس ترانسفورم على الكمية اللي وصلنا لها. هلا بدنا نتذكر إنه هذا كله مضروب في أي إشارة؟ ماينس في ماينس. إذا الكوساين والساين ايش راح يكونوا مضروبين؟ ماينس في ماينس. والتنين الشيفت تبعهم قديش كان؟ زيتا أوميجا إن زيتا أوميجا إن التنين معهم شيفت بزيتا أوميجا إن. إذا التنين راح يكونوا مضروبين في ماينس وإيش مضروبين كمان؟ إي تو ذا ماينس زيتا أوميجا إن. أوكي؟ إذا هذول نقطتين مهمات فبعمل هلا الإنفرس لابلاس ترانسفورم. إذا خلينا أطلع على إكس أوف تي أطلع لها الإنفرس لابلاس ترانسفورم لإكس أوف تي. الواحد على كي 7 مضبوط؟ واليو أوف تي إحنا ضمنيا فهمانينها راح نحط هون يو أوف تي ونخليها برا. إيش راح يصير هلا عندي جوا؟ الواحد على اس راح تصير يو اوف تي اللي واحد اصلا انا حاطط ال وبعدين عندي هون اشاره ماينس مضبوط. هلا شوفوا شو رح نعمل قبل ما نكمل، راح اختصر هاي واسميها اوميجا دي. فشو رايكم احنا هلا قبل ما نكمل راح نقول اوميجا دي وهلا راح نشرح شو هي اوميجا دي بتساوي اوميجا ان في واحد ماينس زيتا سكوير. عشان ما اضلش اكتب اوميجا ان اوميجا ان اوميجا ان في واحد ماينس زيتا سكوير سميت هون اوميجا دي. إذا لما سمينا الآن أوميجا دي صار عندي محل هاي بقدر أحط أوميجا دي محل هاي بقدر أحط أوميجا دي محل هاي بقدر أحط أوميجا دي مضبوط؟ صحيح. فصار عندي أوميجا دي هي الأوميجا اللي موجودة هون. إذا صار عندي هلا الشكل، أول شيء احنا اتفقنا إنه الماينس مضروبة في الاثنين، من وين إجت الماينس؟ هي لأنه عامل بي وسي كان هون ماينس. ومتفقين إنه في عندي شيفت في الإس اللي هو إيه هذا